حريق كبير يلتهم مخازن المواد الاحتياطية في منطقة السنك وسط العاصمة بغداد. في كركوك رجل مرور يتعرض للاعتداء من قبل سائق سيارة أجرة. ترحيب واسع في ديالى بعد افتتاح أحد الشوارع المغلقة في أحد أسواق المحافظة. تحية طيبة لمتابعي صوت عراقي مشاهدي شاشة الفرات الفضائية اللي يتابعون الآن على الشاشة موعد برنامج صوت عراقي أو اللي يتابعون الآن على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة أو اللي حابين يتواصلون ويانا، فدائما الرقم اللي موجود بالأسفل متاح لكل اتصالاتكم ومسجاتكم أيضا واستقبال مناشداتكم ومشاكلكم اللي حابين تعرضوها في صوت عراقي سواء على الواتساب أو التليجرام. تكرار حوادث الحرائق، وتكلمنا مرارا وتكرارا في هذا الموضوع خصوصا في المناطق التجارية، تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وأيضا الدفاع المدني ما مقصرين بمعالجة الحرائق. موضوع التوعية والحديث عن أسباب هذه الحرائق ومحاولة منعها اليوم، ورح نتابع وياكم الآن هذا الفيديو اللي رح يعرض على الشاشة واللي وصل لبرنامج صوت عراقي من الحريق اللي صار بهذا اليوم. للحديث أكثر ينضم لنا اللواء كاظم بوهان مدير عام الدفاع المدني. سيادة اللواء تحية طيبة وأهلا ومرحبا بحضرتك. سيادة اللواء أهلا ومرحبا، جهودكم مشكورة وبارك الله بكم والله يحفظكم على كل اللي تقدموه في مكافحة الحرائق المتزايدة واللي احنا مرارا وتكرارا مع حضرتك تحدثنا بهذا الموضوع، والآن أيضا رح نجي ونوقف على حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع. اليوم أسباب حريق السنك سيادة اللواء. مساء الخير جنابي ست استبرق، شكرا للاستضافة وبارك الله بكم. العامل المشترك وأنا من خلالكم وكثيرا ما تحدثنا من خلال حضرتك ومن خلال برنامج الموقر بأنه كل الحوادث اللي تحصل بالتأكيد هي في مشاريع مخالفة. نعم 100% جميع الحوادث اللي حصلت فيها حرائق هي في مشاريع مخالفة. نعم. الحادث اليوم أيضا لا يشذ عن هذه القاعدة، بناية على سطح مخزن على سطح بناية من طابقين من السندويش بنل، وهذه الآفة اللي استشرت يعني بشكل أصبح معقد ومركب، كل نداءات وكل الكوارث اللي حصلت وكل الأمور اللي تحدثنا بها وتحدثتم بها كأعلام ووصلت إلى أعلى مراتب الاهتمام من أعلى المستويات لا تلقى أذن صاغية. يا أخوان السندويش بنل خطر جدا، السندويش بنل من شأنه أن يكون هو مساعد للحريق وأن يساهم في نشر الحريق، لكن مع الأسف الظاهرة أصبحت أكبر من إمكانيتنا وأصبحت يعني تمثل خطر كبير ودائم. الأدوات الاحتياطية، مخزن الأدوات الاحتياطية في منطقة مكتظة هي السنك، أنا كنت في بعيد عن المكان وكنت متواصل الولد بالجهاز، يعني بعد التي ولتي الله قدرنا نوصل من اكتظاظ الطريق. هذه مشكلة بحد ذاتها. نعم جنابش، وفي الذروة يعني يعني في في وقت ال قليلا ظهرا،
رئاسة استبرق هذا الموضوع لا نجد من يصغي إليه. نتحدث كثيرا وتحدثون كثيرا ونشرنا فرقنا للتوعية وفتشنا، لكن مع هذا في كل مرة في كل يوم، يعني تخيلي حضرتك يعني معدلات الحوادث في هذه الفترة تصل من 80 إلى 100 حادث يوميا. لا حول الله. نعم حضرتك، من 80 إلى 100 حادث يوميا، يعني موضوع كبير وموضوع يعني خطر يهدد الاقتصاد الوطني. شوف حضرتك الآن على الشاشة منطقة مكتظة بالناس، وهذه تعرفين حضرتك سندويش بنل يعني مادة سامة، نواتج الحريق اللي تنتج عنها صح سامة أكثر بكثير من نواتج الحريق الاعتيادي. طيب سيادة اللواء، ليش ماكو حرص من قبل الأشخاص أصحاب المحلات التجارية؟ يعني هو صارف، خلينا نقول بتعبيرنا إحنا، صارف دم قلبه على بضاعته، ليش ما يبني بناء رسمي؟ تستبرق وايبيس الطاهر، الموضوع ما بي جهل، لا يوجد جهل بعد كل هاي المآسي وبعد كل هاي الأحداث وهاي الكم الهائل من الحرائق. نعم. لا يوجد من هو يجهل أساسيات الدفاع المدني. نعم. لكن الغريب مثل ما سألت حضرتك هناك تجاهل. الآن هذا اللي تاجر أكيد طالع خارج العراق على الأقل وشايف تجارب الناس وشايف مستوى تنظيمها، لكنه يأتي للعراق ويستورد بمليار أو مليارين دينار مثلا على 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 سبيل المثال. نعم. ومن ثم يحفظ هذا المبلغ الهائل كمواد في سندويش بنل أو في صفيح، فما يضر إلا نفسه. صفيح عندنا آلاف بل عشرات الآلاف من الأماكن هي صفيح، شنكو اعتيادي. مشكلة. أحصيتم يعني الخسائر لهذا اليوم؟ خسائر كانت كبيرة؟ ليس بعد الحقيقة، احنا الحمد لله ما انفلت عيار الموضوع ست استبرق. نعم. يعني أبنية واحدة ملاصقة للثانية وكل بناية تؤدي إلى الأخرى. نعم. يعني أنا أعتبر نجاح فرق الدفاع المدني هي في احتواء الحريق وليس في إغماده. طبعا. يعني في عدم انتشاره. طبعا. تلاحظين حضرتك منطقة مكتظة مخازن. يعني نعم كلها مخازن وكلها محلات وهاي أصباغ ومواد احتياطية وأشكال. لكن السؤال هو إلى متى تستطيع فرق الدفاع المدني أن 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 تحتوي هذه الحرائق دون أن تسبب لنا مشكلة أحيانا؟ وأنا قلق الحقيقة وأعبر عن قلقي من خلالكم. ربما مع إمكانياتنا اللي بدأت تتراجع الحقيقة ممكن أن يكون حرائق كبيرة تسبب هاي حرائق كبيرة لا يمكن السيطرة عليها. ومتى يطلع المواطن بدوره ويتحمل دوره ومسؤوليته بأولا الحاد من يعني حدوث الحرائق؟ يعني ضروري المواطن ينتبه وحتى أصحاب المحلات التجارية على وجه الخصوص هنالك حديث، يعني هي بالتالي هي بضاعتك وأنت في لحظة ممكن تخسرها، فأنت ليش ما تحاول أنه تسد باب الشر، خلي أصطلح عليه من البداية بدل ما تدخل بهذه التفاصيل ولا سامح الله تخسر الأول والتالي، وأنت همين أيضا تقدم خدمة مساعدة للدفاع المدني. مثل ما وصفتي باب للشر إذا فتح لا يمكن أن يغلق، ومثل ما تفضلت جنابك يعني صاحب المال أولى من غيره بالحفاظ على ماله. نعم. يعني يجب أن يكون هو أحرص من غيره، يعني لا حول الله باب مصيبة أيضا مو فقط باب شر. سيادة اللواء يعني أكيد الإنسان يعرف شنو تبعات الحرائق، فإذا واحد ما يكون هو حريص على نفسه وحريص على ماله مثل ما تفضلت حضرتك، فأعتقد صعب جدا أنه يعني يمكن يأخذ وقت طويل بين ما يستوعب هذه التوعية اللي دا تصير سواء من الدفاع المدني أو من وسائل الإعلام. أبدأ أسأل حضرتك عن إذا توفرت عندكم إحصائية الحرائق خلال هذه السنة. احنا لحد اليوم تقريبا ربما لامسنا 17,000 حادث حريق. هاي بكل المحافظات؟ نعم جنابك. بس هذا عدد يعني رقم كبير جدا مرشح لزيادة بالتأكيد حضرتك. احنا سنويا اصبح معدل 30,000 او يزيد 30,000 حريقة او يزيد سنويا. طيب هو اكو حلول لهذا الموضوع؟ لو الحلول تعتمد على مدى استجابة أصحاب المحلات التجارية، لأنه الدفاع المدني الوحدة يعني ما يقدر، احنا نقول الإيد الوحدة ما تصفق، فإذا ما يكون تعاون بين المواطن والدفاع المدني
ما اعرف اذا كان عندكم راي اخر. اني رايي متطابق مع ما تفضلت به. الدفاع المدني لا ولن يستطيع وحده ان ينبري، ربما يستطيع ان يحجم الخسائر بامكانياته المحدوده لا. الان لانه لا يمكن ان نمنع حصول هذه الحوادث مع هذه المخالفات اذا ما المواطن وصاحب المشروع والمؤسسه كلها تعتني بمتطلبات السلامه والدفاع المدني. بالتاكيد الموضوع راح يستمر على هذه الوتيره ويزيد. المشكله حضرتك الامر لا يتعلق بالحريق في محل معين، نعم، لكن تداعياته على الاخرين يعني ينسحب بالضرر على مجاورينه. طبعا كثير من الحوادث تبدا بمحل ومن ثم تاخذ معها اموال اخرين، صح. هم لا ذنب بينهم ولا معنيين بالحريق. طيب المشكله الحريق ليس شخصيا، يعني هذا الامر لا يختص بصاحب هذا المحل اليوم وانما اثر على الاخرين ايضا. نعم. الاسباب بشكل عام سياده اللواء هي شنو؟ اهمال مثلا، تماس كهربائي، اسباب اخرى؟ احنا ابتداء يعني هم الاخوه من الادله الجنائيه اخذوا عينات، نعم، ربما يعلنون قريبا، لكنه استطيع ان اقول بانه نعم تماس كهربائي، لانه معدلات الحريق 48 تصل بالمئة منها، نعم، من مجموع الحوادث اللي ذكرتها حضرتك هو تماس كهربائي. النقاط من هي المشكله مركبه ست استبرق، نعم، يعني مع هاي المخالفات ياتون بمولدات كهرباء ووقود فوق الاسطح ونقاط كهرباء، صح، وتوصيلات كهرباء من مناشئ رديئه، والموضوع كله عباره عن فرصه كبيره واحتمال كبير لحصول حادث. طيب فيعني موضوع التماس الكهربائي يعني هو المرجح على الاكثر. سياده اللواء جهودكم جهود جباره بالحقيقه ومشكوره، هذا اقل شيء احنا نقدر نقوله لكم حضرة اللواء كاظم بوهان. بس أنا أريد أرجع نقطة يعني دائما نتكلم بها أنا مع حضرتك، اللي هي العوائق اللي تعترض عملكم لا زالت قائمة إلى هذه اللحظة؟ بل وتتفاقم ست استبرق يومية تزداد صعوبة. يعني اليوم الثوري احنا لدينا هاي الظروف اللي معروفة لحضرتك وكل مشاهديكم الكرام، نعم، بادرنا إلى نشر فرق يعني في أماكن متفرقة، من هذه الفرق وحدة في رأس جسر السنك، نعم، مع قربها المحل الحادث بعد جهد جهيد يلا تمكننا بالتنسيق مع المرور وبالتنسيق مع المعنيين يلا قدرنا نوصل محل الحادث. يعني التفاض الطرق وحدة من مشاكلنا الكبيرة، عدم وجود فوهات حريق، كل العالم ستستبرق عندها فوهات حريق، نعم، يعني تأتي عجلة الإطفاء تربط مع فوهه حريق بالشارع وتبدا تكافح فورا، ما صح تحتاج امداد ماء. نعم صح. الا عندنا بالدفاع بالعراق عجله الاطفاء لازم تامنها كامدادات ماء، عجلات حوضيه. نعم. مع هذا الوضع، مع قله الماء، مع اكتظاظ الطرق، الموضوع صعب في غايه الصعوبه حضرتك. نعم. جهودكم مشكوره ايضا سياده اللواء، واشكر حضرتك لانه كنت معانا ضيف عزيز عبر الهاتف في صوت عراقي، والله يحفظكم ان شاء الله من كل سوء. الله يبارك فيكم. تحياتنا لكم. تحياتنا لكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا. ظاهرة الاعتداء على رجال المرور، هذه من الأمور اللي هي ما أعرف متكررة ومستمرة مع الأسف الشديد. إحنا من نأخذ هذه التفاصيل، إحنا أولا نريد نقول أنه إحنا دا نعالج مشاكل، فمشكلة الاعتداء على رجل المرور هي مشكلة اللي اليوم ما انتهت، يعني يوميا نشوف مشكلة جديدة، يوميا نشوف اعتداء جديد في مكان معين. اليوم سائق تاكسي بكركوك قام بالاعتداء على رجل المرور. موجود
خلال شهر واحد إحصائية تتحدث عن أكثر من 6000 حالة طلاق بالمحاكم العراقية. شوف الرقم مش قد مرعب. طبعا على رأس القائمة هي العاصمة بغداد، لها أسباب أكيد وكثيرة أسبابها. فإحنا رح نتحدث الآن عبر سكايب مع سيدة إسراء الخفاجي، القانونية والباحثة الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم سيدة إسراء الخفاجي. 6000 حالة طلاق بشهر واحد، هذا الرقم طبيعي؟ 100 تقريبا. ما أعرف إذا سامعتني أو لا. بدي أسمع سيدة إسراء. 6000 حالة طلاق خلال شهر واحد، هذا رقم مرعب. يعني هذا الرقم عادي موجود باقي المجتمعات مثلا؟ حتى هذا رقم كبير سابقا موجود تزايد هذا العدد التزايد أصلا بصورة عامة، ما دام أنهم ماكو المجتمع سببها أسباب الزواج الغير سليم، كافل من الزواج بصورة عامة صار وإنما لأسباب يعني مثل هروب الصوت البنت. واضح شوية لأنه صوت حضرتكم مو واضح. سيدة إسراء، أسباب تزايد هذه الحالات؟ أسبابها أولاً أسباب الزواج الأساسي تكون أسباب غير سليمة، هروب النية والزواج الحقيقي، أخذ الزواج بعين الاعتبار كافي أو أن مالي أسباب مادية وإلى آخره. يعني صارت توجد أسباب خاصة للزواج، زواج بصورة عامة هذا الموضوع منتشر بصورة. سابقا عندنا بالعراق ما ذكر هيش، ما ذكر هيش رقم ابدا. كانت تكون اكو هناك حالات طلاق طبيعيه، لكن هذا الرقم سابقا بالعراق. زادت هذه الحالات بصوره كبيره، عدم التكافؤ، عدم التعاون بين الاسره، انعدام صارت الاسره ما تمتاز بالتكافؤ. العلاقة الزوجية بصورة عامة هي احترام متبادل، بالإضافة إلى أنه هي العلاقة حاجة متبادلة، هو شريك حياة. بالآونة الأخيرة صاروا يا هذا الموضوع بصورة صار مجرد الزواج مجرد مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا دور مواقع التواصل الاجتماعي إذا أثر هذا أو كان سبب رئيسي بكثير على زيادة حالات الطلاق بالعراق. مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كلش كبير وسلبي على موضوع الزواج بصورة عامة، صارت بصورة عامة يعني على السوشيال ميديا ياخذون بعين الاعتبارات الهابطة، ما يعتمدون الأسرة كأسرة خارجية اللي تدخل من قبل الأهل أو سيد إسراء. أنا أعتذر من حضرتك، يعني كان بودي أنه أكمل وعندي محاور أخرى، لكن يبدو أنه الأنترنت عند حضرتك مو تمام أبدا. فإن شاء الله رح يكون عندنا بقادم الأيام لقاء إن شاء الله، ورح تكونين معانا في صوت عراقي، لأنه هذه يعني مواضيع جدا مهمة
لابد من معالجتها. أشكركم سيدة إسراء الخفاجي القانونية والباحثة الاجتماعية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من العاصمة بغداد. أحد الشوارع المغلقة في محافظة ديالى يقع بسوق معروف. هذا الشارع تقريبا مغلق صار ل 14 سنة، الآن تم افتتاحه أمام حركة السيارات. طبعا ما تتخيلون فرحة المواطنين بهذه الخطوة. والله طريق يعني اليوم فتح الطريق إن شاء الله يعني شيء حلو، يعني اللي يريد يطبع على الطبيب، اللي يطبع شلون اقول لك، اللي يريد يطبع على السوق، ها ان شاء الله يعني ماكو ازدحامات، ولو يعني اكو ناس تذب سيارتها بالجراج والطوب، يعني هاي هم الزحامات لهم هم ضرر لهم. فطريق يعني اليوم الطريق صائب لكم. صحيح اكو يعني اكو ازدحام وهذه، فيعني تعرف دكاتره والشارع ضيج وهذه، فاحنا نشكر بارك الله بي يعني اللي قدم طلب على هذا الموقف. استاذ هذا القرار اتخذوه على السرعه، ما مدروس هذا القرار. سوق بعقوبه محصور، بسطيات اغلبيه بسطيات ماكو محلات، هاي شباب عاطل عن العمل، هو رجع على اليمن رجع على بالبسطيات اتحرك ابو العربانه زين، هاي ناس عاطل عن العمل وين تروح؟ هسه انا قدامك 40 سنه قاعد بشمبر، يعني وين اروح؟ هي هنا المشكله. وفر بديل افتح السوق. انت مو بربي الوسليمانيه والامان وهكذا، زين احنا هنا عندنا بشر بالموسم، بشر تريد تمشي برجلك ما تقدر تخلص نفسك، النوب سياره وتوك توك زين البارحه موقف هنا توك توك دعم حجيه قلبها بالقاع خطيه، موقف يعني تصير هو موقف سلبيات 90% هذا القرار سلبيات على المواطن، الايجابيات 10% مالته احنا ما نريد هاي، غير هم ويانا ما نريدها، هذا الشيء خليه يلقي الموضوع. لا ما نريده نهائيا، انا هسه متاكد تفتر على المحلات كلها، صار يومين بالله المحلات وجوهها اصفرت، التراب على البضاعه هيك تسوي من السيارات من التايرات، ماكو هيك، اكو مواطن سوق، هذا مو كل سوق المفرق كله، وين ما تروح بهرس كله مسدود. هذا القرار ما اعرف يعني شكو وراه، شيردون وين يردون يوصلون ما اعرف. هذا بصراحه هو قرار صائب، بس احنا نوصفه بالقرار الجيد اللي هو بصالح المواطن، بصالح اهل المحلات، بصالح يعني هواية أمور، من ضمنها المرضى، الأطباء، المحلات، نقل البضاعة كلها، بس يراد لترتيب صورة عامة، دخول وخروج السيارات، الأرصفة، تشجير، إنارة الشارع، خاصة بالليل إلى تجي لهنا إنارة الشارع صفر، يعني إحنا عندنا مبادرات معينة إنارة شوارع بسيطة، بس إحنا نريد شوية يلتفتونا بعين الكبيرة. والله احنا معارضين كلش لهاي الخطوه، لان السوق مثل ما قلت لك هي الازدحام بالشارع، فما حد ما يقدر يعني ياخذ راحته، لا اللي يطب جوا يسوق ولا التاكسي. التاكسي سياره تفوت يعني خوفه من البشر المقابله، الناس المقابله، وخوفه من يعني واحد يدعم واحد او هاي، والسوق هو كله ازدحامات، وعرص كله تجاوزات، يعني السوق بصوره عامه كله ازدحام، يعني مو ما سياره تطب. أنا قلنا من البداية لو سادي يسدوه أفضل بهواي شو اسمه العالم حتى تقدر تاخذ راحتها. التاكسيات على باب الله يعني شيء مو بيده شيء، لو يخصصوه لمكان يعني زين يوقف فيه ما يطب للسوق هو هيك. أشكر متابعتكم لصوت عراقي، وشكرا لقيصر ساري مخرج حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي في التقديم استبرق الربيعي، محمد الحسن معد برنامج صوت عراقي، وشكرا للأخ أيضا مصطفى الجنابي، وتحياتي استوديو البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله.